أفاد مراسلنا في محافظة حضرموت أن الشبكات المتقطعة تدور في مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، فيما تستعد قوات العمليات الخاصة لاقتحام المبنى الذي يتحصن فيه عناصر تنظيم القاعدة، والذين يحتجزون أكثر من 30 جنديا وضابطا بعد توجيه إنذار بتسليم أنفسهم. وكانت قوات العمليات الخاصة حررت عددا من كبار الضباط بعد اقتحامها مبنى قيادة المنطقة، بينهم أركان قيادة المنطقة العسكرية العميد عبد الكريم السعدي الذي قتل ابنه في الاشتباكات، والعميد علي الخشيمي رئيس العمليات، والعميد خالد طالب نائب القائد لشؤون التدريب، والعقيد علي باراس رئيس شعبة شؤون الأفراد، والنقيب الدحان من شؤون الأفراد، فيما استشهد العقيد سالم شبوة رئيس شعبة المدفعية، والمقدم وليد واكد قائد الحماية في قيادة المنطقة. معي حول هذا الموضوع محمد المقري من محافظة حضرموت، مراسلنا هناك. محمد، ما المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن؟ هلا أخي عيسى، تفضل. حتى هذا اللحظة ليس أنا لك جديد، يعني على وجه التحديد لا زال الطيران يعوم فوق المنطقة بشكل كثير. هناك معلومات وصلتنا بأنه من ضمن أهداف المهاجمين هو تدمير غرفة عمليات المنطقة، لأنها مزودة بأحدث الأجهزة التي قامت بتركيبها شركة ألمانية، وهذه الأجهزة تستطيع رصد أعمال القرصنة والتعقب والمراقبة وقطع الاتصالات ما بين قيادة المنطقة والوحدات المرابطة في المنطقة. نعم، يعني لا يستطيع حتى هذه اللحظة لا يستطيع أحد الخروج أو الدخول منها. ماذا عن الجنود المعتقلين؟ تشير بعض الأخبار إلى أن 30 جنديا لا يزالون قيد الإقامة الجبرية، إنجاز لي التعبير، لدى أولئك المسلحين. هناك معلومات حول حوالي منهم 10 عقداء لعاد موجودين مع مجموعة من الجنود والأفراد اللي لا زالوا محتجزين داخل المنطقة. هناك وصلتنا برضو معلومات عن حوالي 11 قتيل حتى الآن من العملية، وحوالي 36 جريح اللي قد وصلت المستشفيات. نعم، ألم يتبين حتى الآن مطالب أولئك المسلحين؟ وأيضا ألم تجرى تفاوضات بين المسلحين وبين الجيش في المنطقة؟ ليس هناك أي تفاوض لحد الآن، عندنا معلومات هل في يعني لحد الآن ما في، ما أعتقد أن في يعني تفاوض ما بين القوات الأمنية والمختصين المتواجدين داخل المنطقة. نعم، وماذا عن نوعية السلاح الذي يستخدمه المسلحون؟ هل لديك علم بذلك؟ والله المعلومات اللي وصلتنا بأنهم يعني مجهزين بأحدث الأسلحة، عندهم أسلحة رشاشات وأربيجيات وألغام وأحزمة ناسفة، هذا اللي وصلتنا المعلومات. نعم، محمد، هل هنالك استعدادات للجيش أو محاولة لاقتحام المبنى، خاصة أن هنالك معتقلين من أفراد الجيش وضباط كما أشرت؟ هم الآن يجهزون على أساس أن في عملية تكون اقتحام، لكن القوات الخاصة المرابطة الآن في محيط المبنى تحاول أنها تخرج بأقل الخسائر، لأنها لا في ناس موجودين داخل، في ضباط وفي أفراد موجودين محتجزين داخل، وهؤلاء المهاجمين عندهم أحزمة ناسفة، وهو يعني عملية لو كانت يعني لو في هجوم يعني بيروح فيها ضحايا كثير. نعم، محمد، سوف نكون لنا تواصل معك خلال الساعات المقبلة لإطلاعنا